ولتسليط الضوء على ملف دور حكومة السودان في تمكين الميليشيات من التغول أكثر في مؤسسات العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من السويد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية الأستاذ فرات خورشيد. حياكم الله أستاذ فرات. حياك الله مشاهدك الكرام. أهلا بك أستاذ فرات. يعني بعد 20 سنة من احتلاله، هل بات العراق اليوم دولة ميليشيات أم أن هذا التوصيف لربما يكون مبالغا به؟ بالعكس، ليس مبالغا، وإنما يعني قد يكون أقل مما في حقيقته أيضا، لأن الدولة التي نقول عليها دولة ميليشيات حينما تكون هناك ميليشيات قادرة على أن تبسط نفوذها في مناطق معينة، وربما قد تمتد إلى بعض المناوشات مع القوات الحكومية. ولكننا في العراق نتحدث عن ميليشيات تحكم البلد، عن ميليشيات أصبحت قادرة على أن يعني تمنع الجيش والشرطة أو القوات الأمنية بكل مسمياتها من الدخول إلى معسكراتها ومناطقها التي تسيطر عليها. أصبحنا نتكلم عن ميليشيات بات لها تمثيل سياسي في قبة البرلمان، وأصبحت هي من تحدد من سيكون رئيس الحكومة المقبل وكيف سيكون شكل الحكومة وما هي توجهاتها. أضف لذلك أصبحت تتحكم حتى في السياسة الخارجية للبلد، حينما تفرض على العراق أن يقوم بعمليات اتفاق مع هذه الدولة أو تلك، أو طرد هذه الدولة أو تلك من العراق. إذا نحن نتكلم عن ميليشيات تمتلك دولة، وليس دولة تسيطر عليها ميليشيات. طيب، من المسؤول الرئيس في إيجاد هذه الميليشيات إذا أردنا يعني الحديث عن أصل الإيجاد؟ طبعا جذور هذه القضية بدأت منذ احتلال العراق في أبريل عام 2003. كان أكبر خطأ هو قرار حل الجيش العراقي الذي تصادف ذكرى تأسيسه بعد أقل من 3 أسابيع من اليوم في 6 من كانون الثاني. هذا الجيش، يعني الكل يعلم بأن هناك فرق بين الحكومة والدولة. الدولة لها مؤسساتها التي تحميها أو تعمل على قيامها، والحكومة يمكن أن تستبدل من خلال أشخاص وتوجهات. الجيش حينما يتم حل الجيش يصبح هناك فراغ أمني. القوات الأمريكية لم تكن قادرة على أن تمسك الأرض بكل شبر في العراق، لذلك استعانت بالأحزاب وقامت بتسليح الأفراد التابعين أو الموالين لهذه الأحزاب. نتيجة ذلك أصبح لدينا ميليشيات لها شرعية على الأقل سابقا قبل أن يتم منحها القدسية والشرعية من المرجعية الدينية، وإضافة إلى الحصانة البرلمانية، لكن نحن نتكلم عن قبل 2014. فكانت هذه الميليشيات لها الحق في حمل السلاح ونصب الحواجز وتفتيش المنازل والمواطنين، سواء في الطرقات أو في داخل المناطق السكنية. هنا بدأ هذا الدور ينمو يوما بعد يوم، حينما صدرت قرارات لدمج هؤلاء الأفراد وعناصر الميليشيات في الجيش والشرطة. الخطأ كان بدمجهم بشكل غير مدروس دون أن تتغير العقيدة، فأصبحت لدينا ميليشيات بزي عسكري وبزي رسمي وبمقدرات الدولة. ثم بدأت هنا هذه عفوا هذه المسؤولية بدمج هذه الميليشيات بعقيدتها دون تغييرها وجعلها لربما عقيدة وطنية، هل كانت المسؤولية هنا على القوات الأمريكية وعلى الولايات المتحدة أم على الحكومات المتعاقبة برأيك؟ كلاهما، لأن الحكومات المتعاقبة كانت تسعى لأن يستمر نفوذ الميليشيات داخل المؤسسات العسكرية، لكون هذه الميليشيات تمثل الجناح العسكري للأحزاب. إذا الأحزاب ترغب ببسط نفوذها وتوسيع مدى سيطرتها، ومن تلك المساعي هي السيطرة على الجهاز الأمني في الدولة، سواء كان الجيش أو الشرطة أو جهاز أمني آخر. أما مسؤولية الجانب الأمريكي فكانت تقع على أن تراقب وتتابع ما ستؤول إليه مصير الأسلحة التي تدعم بها القوات الحكومية العراقية. كانت صفقات السلاح تأتي باسم الجيش أو الشرطة العراقية، ولكننا بعد وصول هذه الصفقات نجدها بأيدي الميليشيات. إذن كان هناك تهاون أو ربما تواطؤ مشترك ما بين الحكومات المتعاقبة وما بين سلطة طيب الاحتلال هنا الأمريكي نعم، قبل أن أين يفعل. إيران
بكل ما تحدثت به. إيران هنا هي الذي منح الشرعية الدينية لهذه الميليشيات القدسية التي منحت للميليشيات حينما تكون الحشد الشعبي بفتوى من المرجع علي السيستاني، جعلت الحشد يعتبر أمر لا يمكن المساس به، وأي مساس بهذا الحشد هو مساس بالمرجع الأعلى أو الولي الفقيه أو مساس بقدسية مقاتلين يجب أن يتم احترامهم ومنحهم كل التسهيلات التي يحتاجون إليها. من ضمنها قام البرلمان العراقي بمنحهم الحصانة، ولكن لحد الآن نرى بأن هذه القوات الميليشياوية لم تكن يوما من الأيام عامل استقرار أمني في العراق، وإنما كانت هي دائما السبب في الخلل وعدم شعور المواطن بالأمان في أماكن تواجدها نتيجة قيامها بتمويل نفسها من أساليب غير قانونية تعتمد على تجارة المخدرات وسلب المواطنين والخطف وأخذ الإتاوات وما إلى ذلك. نعم. طيب إذا أردنا هنا الحديث بما أننا نتحدث عن حصاد عام 2023، كيف تقيم أداء حكومة السوداني في التعاطي مع هذه الميليشيات؟ هل هناك يعني كانت محاولات للجم هذه الميليشيات أم كان هناك مساهمة لربما في توسعة نفوذها؟ كلنا نعلم كيف وصل محمد الشياع السوداني إلى سدة رئاسة الوزراء، كان بدعم من الإطار التنسيقي، هذا الإطار التنسيقي الذي يتكون من الميليشيات نفسها، إذا لا يمكن لمن جاءت به الميليشيات أن يقف ضدها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتصور بأنها لم تكن ضامنة لهذا الشخص قبل أن تدعمه للوصول إلى رئاسة الوزراء في العراق. وما حصل مع بداية ترشيح أسماء كابينة محمد الشياع السوداني، موقف الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية حينما صرحت بعدم رغبتها بالتعامل مع هذه الحكومة لكونها حكومة وزراء ميليشياويين، يعني جاء محمد الشياع السوداني بالميليشيات حتى إلى مجلس الوزراء، إذا كانوا سابقا في الأجهزة الأمنية أو في قبة البرلمان من خلال ممثلين لتلك الفصائل المسلحة وأحزابها داخل قبة البرلمان، فإن ما فعله محمد الشياع السوداني هو توسيع لم يسبق له مثيل في الحكومات التي سبقت محمد الشياع، بأن جاء بالميليشياويين إلى مجلس الوزراء لإدارة الوزارات بشكل مباشر من قبل أشخاص تابعين لتلك الميليشيات. نعم. طيب عن دور الميليشيات أريد أن أتحدث، يعني ما دور الميليشيات في لربما تراجع العراق اقتصاديا، تراجع أحوال العراق اقتصاديا أمنيا من ناحية التعليم من ناحية الصحة في جميع المجالات، هل لعبت دورا إيجابيا أم سلبيا هذه الميليشيات؟ قد يتصور البعض ويقول ما دخل الميليشيات في الملف الصحي أو الملف التعليمي، لكن سيطرتها على الوزارات وعلى الدوائر، سيطرت الميليشيات اقتصاديا على المشاريع، على العقود التي تبرمها الوزارات أو المحافظات لتنفيذ المشاريع الخدمية سواء بناء مدارس، ترميم مشافي أو تزويد المشافي بمستلزماتها. هذا هو العائق الكبير الذي وضعه قادة الميليشيات من خلال فرض الإتاوات على من يقوم بتنفيذ تلك المشاريع، أو تطور الأمر إلى إنشاء شركة باسم شركة المهندس، هذه الشركة التي فرضوا على الحكومة العراقية أن تتعامل معها لتنفيذ كل المشاريع، فكيف يمكن أن يثق المستثمر الأجنبي أو حتى المستثمر المحلي حينما يكون الوسيط هو ميليشيات تحمل السلاح، لا يمكنه أن يطالب بحقوقه إذا تم سلبها، ولا يمكنه مواجهتها أو منافستها بأي شكل من الأشكال، لا اقتصاديا ولا سياسيا، لكونها تمثل القوة العسكرية والقوة السياسية للدولة. هنا أصبحت الإعاقة لهذه المشاريع بغرض الاستحواذ عليها ثم اختفاء الأموال دون أن يكون هناك تنفيذ حقيقي للمشاريع التي تقوم بها. أضف لذلك ما سمي بالمكاتب الاقتصادية التي كانت ولا تزال موجودة في مدن عديدة من ضمنها مدينة الموصل، هذه المكاتب تفرض حتى على الأهالي أن يدفعوا الإتاوات لتلك الميليشيات
بحجة أنها قامت بحماية المدينة أو تحريرها وما إلى ذلك. وما يحصل في جرف الصخر أيضا يجب أن لا يهمل ولا ننساه، لأن جرف الصخر تحولت إلى منطقة معسكر مغلق محمي، لا يمكن حتى لرئيس الحكومة الذي جاءت به الميليشيات أن يتجول في هذه المنطقة ليرى ويعرف ما يجول وما يحصل في داخلها. أصبحت هناك أقاويل وكأنها مثلث برمودا، هناك من يقول بأن جرف الصخر تحتوي على معامل لتصنيع الأسلحة الإيرانية، هناك من يقول بأنها تحتوي على مزارع للمخدرات، هناك من يقول بأنها السجون السرية كلها في جرف الصخر. ما هذا الغموض الذي يحيط في بقعة من العراق لا يمكن للدولة العراقية أن تعرف حقيقته؟ كيف تكون هناك دولة تجهل ما يجري على أرضها؟ شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر سكايب من السويد، الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية الأستاذ فرات خورشيد، شكرا جزيلا لك.